يعني من ضمن أحد الاستراتيجيات في هذه المبادرة في هذه الرؤية أن تكون عدد أكبر من الزوار لبيت الله الحرام كحجاج وأيضا معتمرين، وإنجاز كافة التسهيلات يعني بشكل أسرع وبشكل أيضا أدق. نعم، هذا أستاذنا ناهد يدل أيضا على مسألة التسارع في التطوير أولا، ويدل أيضا على حكمة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وفق الله وأيده في مسألة أيضا جعل الحج أيضا من الأعمدة الأساسية في موضوع الاستراتيجية والرؤية، لذلك هو أيضا موجود في الرؤية. يعني كثير من الناس يعتقد أن الرؤية لها جوانب فقط اقتصادية أو تنموية أو ما إلى ذلك، لا، أيضا هناك جوانب أيضا إسلامية وجوانب خدمية، وأهم جانب أنا في اعتقادي هو جانب خدمة ضيوف الرحمن. ولذلك يعني الملك سلمان بن عبد العزيز يعني يقف بنفسه كما ذكرت، ولذلك أيضا لم يفت على ولي العهد الأمين أن يدرج هذه المبادرات وهذا البرنامج الشامل ضمن أيضا هذه الرؤية المباركة للمملكة العربية السعودية. وبالتالي طبعا أنا أعتقد أكثر من جهة حكومية ساهمت، وأيضا في تحفيز لأيضا الإنجازات وتحفيز أيضا للابتكارات والمشاريع التي من شأنها تسهيل عملية الحج. جميل جدا.